تشرقي يا شمس لنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كل نبل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. يوم جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المتجدد يوم جديد، العديد والكثير من الفقرات المتنوعة والمتعددة لا تتضمن توجيهات ونصائح في مختلف المجالات، وكذلك بعض التغطيات لأهم إيش بقى أتكلم يا محمد الشرقاوي اللي بنقوله انه في حاجه حلوه باذن الله تعالى. ابرز العناوين لهذا اليوم كالمعتاد، جوله صحفيه في ابرز ما تناولته وسائل الاعلام المطبوعه لهذا اليوم، وكذلك قهوه الصباح سنتحدث فيها مع الدكتور مسعود القحطاني وكيل عماده الانشطه الثقافيه بعماده شؤون الطلاب بجامعه الملك عبد العزيز، وايضا استراحه الراصد المعتاده وانتشار الاحاديث الضعيفه، هذا ما سيكون الحديث فيه مع الدكتور بندر العبدلي الاستاذ المشارك بقسم السنه بجامعه القصيم، ودقيقه لصحتك، وكذلك مختارات اليوتيوب بعنوان رضا الناس غايه لا تدرك. كل هذه المواضيع في باقه واحده هي يوم جديد نفتحها باذن الله تعالى بعد هذه الإشراقة القرآنية. يوم جديد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا الكون مقهور بالتسبيح لله تبارك وتعالى، فكل شيء يسبح لله تبارك وتعالى، سواء كان فيه رطوبة وبلة وروح أم ليس كذلك، فقد سبح الطعام في كف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعطاه لأبي بكر فسبح، وأعطاه لعمر فسبح، وأعطاه لعلي فسبح، وأعطاه لعثمان فسبح، وسبح الحجر في يده، وكلمه حجر في مكة إني لأعلم حجرا يسلم علي، وكلمه الحيوان، وكلمه الشجر. فالتسبيح يعلمه الله بالهيئة والصفة التي تسبح بها هذه الجمادات، ولذلك ربنا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن لتعلم أنك إن سبحت الله تبارك وتعالى فقد تناغمت وتجانست مع الكون الذي حولك، فالشجر حولك يسبح، والجماد حولك يسبح، والحيوان حولك يسبح، وكل ما حولك يسبح، يا جبال أوبي معه والطير، أردد التسبيح معه. هذا معنى ينبغي أن ندركه ونحن نعيش في هذا الكون. فإذا هذا الكون محكوم بقانون، محكوم بمشيئة، بقدرة، بعظمة لله تبارك وتعالى، فالكل يهتف بالليل والنهار والسر والجهار بالتسبيح للعظيم القاهر القهار سبحانه وتعالى، الذي اختار، والكون مقهور بالتسبيح، لكن الإنس والجن اختار، فاختياره أورده المهالك، فمنهم من يسبح ومنهم من يكفر ومنهم من يعترض على الإله ومنهم من ينكر وجوده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتفقه في أمر هذا الكون فيزداد عبودية لله وقربا منه وتعظيما لحقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظهر. أهلا بكم من جديد بعد هذه الإشراقة القرآنية وأبرز ما طلعتنا به الصحف الصادرة لهذا الصباح. ومن عكاظ إحباط تهريب 346 كيلو جرام من الحشيش المخدر في عسير الدوريات البحرية في قطاع القحمة في منطقة عسير. أحبطت محاولة تهريب 346 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر عبر السواحل الغربية للمملكة، وتم القبض على المهربين وعددهم 4 أشخاص وإحالتهم للجهات المختصة. حفظ الله شبابنا وكل مخرجينا وكل معدينا وكل طاقم عملنا وكل الناس يا رب. استنفار في مستشفيات عرعر بعد تعرض 142 شخص لتسمم غذائي. تعرض 142 شخص في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لتسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المدينة، حيث أعلنت مستشفيات عرعر استنفارها لاستقبال الحالات المصابة. يا من شراله من حلاله الله. طبيبة سعودية تبتكر علاجا لتشوه الشفة الأرنبية. ابتكرت طبيبة سعودية المثلث الصحيح لعلاج حالات التشوه في الشفة الأرنبية، ويعد الابتكار للطبيبة السعودية فاطمة آل نصر الله التي تعمل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض الأول عالميا. وأكدت الطبيبة أن منطقة الرياض والمنطقة الشرقية تعدان من أعلى مناطق المملكة إصابة بتشوهات الشفة الأرنبية، مرجعة السبب لزواج الأقارب. وفي نفس الصحيفة أي الرياض، وفاة مواطن غرقا وإنقاذ آخر في سيول العلا، إذ قضى مواطن غرقا في وادي خلاص بالظلفة شمال محافظة العلا، كما تم إنقاذ آخر. وأوضح الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بأن غرف عمليات الدفاع المدني في محافظات ينبع والعلا وخيبر تلقت 150 بلاغا ما بين التماس كهربائي واحتجاز مركبات. إلى الشرق الأوسط، ودراسة غريبة عجيبة ما أدري من فين جايبينها. تقول دراسة سعودية توصي بالتوسع في إنتاج إيش؟ الحشرات. أوضحت دراسة بحثية حديثة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج العضوي بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الحشرات التي تتغذى على الآفات التي تصيب النباتات وتزيعها على المزارعين. واستهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التعرف على الآثار المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية المتكاملة بالمملكة. لا كذا؟ أنا معهم. هذه أبرز الأخبار مشاهدين الكرام. سننتقل إلى مقطع يوتيوب لعل إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يرضى علينا، لأنه حقيقة رضا الناس غاية لا تدرك. والشيخ علي القرني بإذن الله تعالى في هذا المقطع من مختارات اليوتيوب. يوم جديد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا أهلنا في الشام، يا شامة الشام، إن ظلم الظالمين لا يتم بمعزل عن علم رب العالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ذا خبر خاتم النبيين عليه صلوات وسلام رب العالمين. والله قد قضى لدعوة المظلومين وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن قال لسان حال الظالم أعلو هبل فلتردد ملايين الحناجر الله أعلى وأجل. والله مولانا ولا مولى لكم مهما فعلتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل هذا يقين صادق إني لأقسم مقبل. يا دامي الكفين والعينين إن الليل زائل وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل. كتب الإله لتغلبن جنوده وجنود حزب اللات في سجين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا
بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى علينا، أما رضا الناس فهي بالفعل غاية لا تدرك. عمادات شؤون الطلاب في الجامعات في مختلف دول العالم تطلع بدور كبير وهام وحيوي في خدمة الطلاب وإثراء حياتهم الجامعية بالعديد والكثير من الأنشطة اللامنهجية واللا صفية والتي نشاهدها في كثير من المحافل. جامعة الملك عبد العزيز بعمادتها عمادة شؤون الطلاب لديها الكثير والعديد من البرامج المتميزة حقيقة، ولعل من أبرزها مسابقة القرآن الكريم التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تعالى في يوم جديد مع الدكتور مسعود محمد القحطاني وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية. دكتور مسعود يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا بكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة. أنا سعيد جدا بك دكتور مسعود، من زمان كذا ما شفنا بعض واليوم في يوم جديد. طيب دكتور مسعود، سألتك عن مسابقة القرآن الكريم في جامعة الملك عبد العزيز، بداية اللي تعرفنا بالمسابقة بشكل عام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد نحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الحمد لله. الذي جعله الله تعالى هدى لهذه الأمة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى ربي عز وجل وإلى مرضاته إلا بعد أن يرتبط بهذا القرآن الكريم، فهو حبل الله المتين، من أراد أن يصل إلى الله بغير هذا الطريق فلن يصل إليه. من هذا المنطلق وكون الكتاب هذا هو المنهج الذي يجب على الأمة أن تستلهمه، ترى الجامعة بوجوب ربط الطلاب بالكتاب وبالسنة، بل هي من الرؤية والرسالة التي جعلتها الجامعة لها أن يكون توجيهها للطلاب وللطالبات مرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق هناك مجموعة من البرامج التي تحقق مثل هذا الهدف، منها البرامج الأكاديمية داخل الجامعة ومنها البرامج اللاصفية اللي تطلع بها عمادة شؤون الطلاب، فمنها هذه المسابقة. والحقيقة هناك مجموعة مسابقات ربما أبرزها وأكبرها هو هذه المسابقة، مسابقة القرآن الكريم لقسم الدراسات القرآنية، ونسميها المسابقة الكبرى وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب. هل هذه المسابقة فقط لطلاب قسم الدراسة القرآنية أم لكافة الطلاب؟ الحقيقة هي متاحة لجميع طلاب الجامعة وطالبات الجامعة في جميع التخصصات. جميل. وهي تقام للسنة الخامسة، وحتى يتاح الطلاب الانتساب وطلاب التعليم عن بعد، يعني وهذا عدد يفوق 100,000 طالب وطالبة. ما شاء الله. يعني طلاب الانتساب داخلين فيها. طلاب الانتساب وطلاب التعليم عن بعد والطلاب المنتظمون والطالبات جميعهم. جميل. طيب الجديد في مسابقة الملك عبد العزيز، يعني إيش فكرتها بالتحديد؟ الحقيقة المسابقة طبعا هناك قسم متخصص وهو قسم الدراسات القرآنية داخل الجامعة في كلية التربية، وهو يشرف على هذه المسابقة وهذه للسنة الخامسة. الحقيقة المسابقة تستحق أن ترصد لها جوائز محفزة للطلاب والطالبات المشاركة، ولذلك جوائز هذه المسابقة تفوق المليون ريال. ما شاء الله. وهي تعتبر من أكبر، إن لم أقول أكبر، الجوائز على مستوى الجامعات السعودية بكاملها. ممتاز. والحقيقة هناك جوائز مغرية وجوائز محمسة للطلاب والطالبات للمشاركة. والجديد في هذا العام أنه وضع برنامج تأهيلي للطلاب قبل المشاركة. ممتاز. بحيث أن الطالب الذي يرغب بالمشاركة ويحتاج إلى نوع من التأهيل والمراجعة والمدارسة، كونت هناك لجان ليلتحق بها الطالب أو الطالبة للمراجعة والمدارسة حتى يتمكن الطالب من الحفظ، لأن الهدف من المسابقة ليس مجرد إجراء المسابقة بقدر ما هو تمكين وتأكيد حفظ القرآن الكريم عند الطلاب وفي صدورهم. جميل. يعني الآن المسابقة لا تزال مفتوحة أمام الطلاب للتسجيل أم أغلقت؟ وين وصلت، في أي مرحلة؟ الحقيقة أنه كان اليوم هو آخر يوم للتسجيل، وما زال يعني متاح يعني خلال اليوم وغدا التسجيل فيها للطلاب والطالبات. الحمد لله الآن فاق الذين سجلوا في المسابقة، كان التسجيل إلكتروني، فاق العدد الآن 600 طالب وطالبة. ما شاء الله تبارك الله. والعجيب أن أعداد الطالبات أكثر من أعداد الطلاب. أكيد ما شاء الله عليهم. وهذا شيء حقيقة يعطينا مؤشر وانطباع مريح لنا، إذ أن نسعى أن تكون الطالبة التي ستكون إن شاء الله هي المربية وهي الأم. صحيح. التي سترعى الأبناء.
أن تكون منطلقة من القرآن طبعا. ولذلك نحن نسعد ونحتفي بمثل هذا الإقبال من بناتنا الطالبات في الجامعات. هل لكم تعاونات مع جهات متخصصة في القرآن الكريم كالجمعيات وغيرها من خارج الجامعة ومن داخلها؟ أولا يعني المسابقة هي تحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وهو جزاه الله خيرا للسنة الخامسة يعني يرعى هذه المسابقة ما شاء الله، وتحظى باهتمام خاص من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة الطيب، وهو جزاه الله خير حريصا على يعني إقامة هذه المسابقة بل وإبرازها من دون المسابقات التي تجريها الجامعة. أيضا حقيقة هناك دعم كبير جدا من رجال الأعمال، ويعني بمعنى المسابقة لكتاب الله عز وجل، فوجدنا تجاوب منقطع النظير من رجال الأعمال في دعم هذه المسابقة وتبنيها. جوائزها كانت هذه السنة ستكون 9 سيارات ما شاء الله للفائزين الأوائل، هذه كلها بدعم من رجال الأعمال حقيقة. إذن التمويل ما هو ذاتي من الجامعة، رعايات الحقيقة هناك رعايات من رجال الأعمال داعمة للجامعة لتكمل وتغطي الدعم الذي ستقوم به الجامعة إن شاء الله. هناك تعاون بين أيضا بين جمعية تحفيظ القرآن في جدة كفى خيركم وهي يعني جمعية داعمة، هناك تعاون بيننا وبينهم. كذلك الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم لها أيضا مشاركة مع بعض كليات وعمادات الجامعة. كل هذا يصب في مصلحة أن دفع الشباب للارتباط بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب دكتور مسعود، لو سألتك فيما يخص الأنشطة في عمادة شؤون الطلاب وأنت الوكيل للأنشطة الثقافية والاجتماعية، تفاعل الطلاب مع مثل هذه الأنشطة؟ قلت لي ما شاء الله تبارك الله 600 طالب سجلوا في مسابقة القرآن الكريم، ماذا عن المسابقات الأخرى؟ كيف تشوف تفاعل الطالب في هذه المرحلة العمرية الهامة؟ الحقيقة يعني لا نكتم سرا أن جميع الجامعات بل جميع يعني الجهات التي تقدم خدمات مفتوحة للطلاب عموما هناك نوع من يعني الانجفال وعدم الإقبال على البرامج، وقد يكون طبيعة المجتمع وتغير الوضع الاجتماعي لدى الناس أدى إلى يعني عزوف كثير من الناس عن المشاركة، ولذلك تجد في بعض المحافل بعض المحاضرات في نوع من يعني قلة الحضور، لكن نستطيع أن نتغلب على ذلك بشيئين. الأمر الأول التجديد في البرامج وإخراجها بالطريقة التي تكون مرغبة ومحببة لدى الطلاب للمشاركة، لأن البرامج النمطية ربما يكون الإقبال عليها ضعيف، ولذلك التجديد والابتكار أصبح الآن الشباب يبحثون عن الجديد في كل شيء، أحيانا حتى بغض النظر عن أن ينظروا لفائدته وقيمته يبحثون عن الجديد، ولذلك التجديد هو شيء مهم. الأمر الثاني الدعاية والتسويق لها دور يعني حقيقة في 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 إقبال الطلاب على هذه البرامج. انعكاس هذا على مسابقة القرآن الكريم. وهذا واضح تماما، يعني التسجيل يعني ما شاء الله يعني كبير جدا، يعني السنوات الماضية كانت يعني كل سنة والتسجيل يعني ينمو بشكل أكبر، يعني كون يكون عندنا أكثر، لأن المسابقة هي 4 مستويات، المسجلين في حفظ القرآن كامل أكثر من 150 طالب وطالبة ما شاء الله، مع العدد أكبر من الطالبات، فهذا يعني شيء يعني محفز ولله الحمد. جميل. هي 4 مراحل حفظ القرآن كامل، من ثم حفظ القرآن كامل وحفظ 20 جزء وحفظ 10 أجزاء وحفظ 5 أجزاء. الجوائز هناك 9 سيارات للجوائز الأولى للشباب، هناك أطقم ألماس للطالبات، الجائزة الأولى قيمتها 55,000 للمستوى الأول، و50,000 للمستوى الفرع الثاني، و45,000 للفرع الثالث، وهكذا تتدرج مركز أو مركز واحد من كل 3 مراكز من كل فرع. ثلاثة مراكز أولى من كل فرع، وسيكون هناك هدايا عينية لكل من شارك هناك هدايا عينية 600 المشاركين لهم هدايا لأنهم يستحقون، وكون الطالب يعني حريص وشوي شارك هناك له هدايا عينيه يعني تكون يعني محفزه له، وشكر له على تجاوبه مع المسابقه. عندي واحد محمد الشرقاوي حافظ ما شاء الله عليه شويه، هو شغال مخرج. نعم. فممكن تشاركه جيد، يعني كون مخرج لا يعني انه، لان بعض الناس يظن ان المتميزين في حفظ القران هم طلاب الدراسات الشرعيه، والحقيقه ان الاوائل في السنوات الماضيه كانوا من طلاب كليه الهندسه وكليه الطب،
وايضا وحتى في اقسامهم دكتور مسعود يعني هذا الشيء ملاحظ، شفت يعني حتى في حفل جمعيه تحفيظ القران لاحظت انه الاول كان طبيب او مهندس او هذا. حاب يعني من جد لانه يعني هذه مرحله عمريه مهمه، كيف يمكن نقول للطالب اللي دخل جامعه بعد سن 18 سنه وما قبل يعني ما بين 18 22 المرحله الاهم اللي هي، كيف نخليه يوفق بين دراسته وبين حفظ القران الكريم؟ طبعا هناك جانبين، الجانب الاول ان القران الكريم او الاهتمام به والعنايه به هي من الاسباب التي تعين الانسان على البركه في التعلم وفي العلم، وايضا من يعني سهل عليه القران سيسهل عليه ان شاء الله ما بعده. هذا جانب. الجانب الثاني ان الارتباط بالقران ليس معناه ارتباط بالتخصص، ارتباط بالقران هو ارتباط نفسي وارتباط روحي وارتباط قبل ان يكون ارتباط يعني اسلوب حياه يعني. فبالتالي ليس هناك تعارض ابدا بين حفظ القران والاهتمام به ومراجعته وبين التخصص الذي يتخصص به الطالب والطالبه ابدا، لا بالعكس يعني الواقع يثبت ان يعني حتى المتميزين في فهم القران، حتى هناك متميزون في فهم القران فضلا عن حفظه من التخصصات غير الشرعية، فهي ليس مرتبطة بالتخصص بقدر ما هو ارتباط بمنهج الحياة. نعود للمسابقة ولجنة التحكيم، من هم؟ الحقيقة هناك مجموعة من الأساتذة الفضلاء في الجامعة متخصصون في القراءات، هم لجان التحكيم سواء على مستوى الطلاب أو على مستوى الطالبات، كلهم من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة. جميل، هل تتم المقابلات بشكل شخصي أم ستستخدم التقنية في هذا الجانب؟ المقابلات كلها بشكل علني في المسرح أمام الطلاب، والمقصود منها ان تكون المسابقه امام جميع الطلاب حتى يكون يعني المسابقه تكون علنا امام الناس فيها نوع من اولا نشر هذه الثقافه وتشجيع للشباب. هل يكون هناك تصفيات من ثم؟ نعم سيكون هناك تصفيات، وستبدا الاختبار لجان التحكيم ان شاء الله يوم 4 و5 في الشهر الجاري، الشهر ربيع الثاني باذن الله عز وجل، ويتم تصفيتها في اليوم الثالث باذن الله عز وجل، وسيكون الحفل التكريم يوم 12 ربيع الثاني بتشريف صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد في جامعه الملك عبد العزيز ان شاء الله مساء باذن الله تعالى. طيب ايش حاب توجه رساله لطلاب جامعه الملك عبد العزيز اللي قاعدين يشوفونا ويعني وعمداء شؤون الطلاب في بقيه الجامعه الحقيقه للاهتمام بهذا النوع من المسابقات؟ الحقيقه نعم، اما بالنسبه لابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فاقول لهم يعني هذا كتاب الله عز وجل، من سلك طريقه ومشى فيه فإن الله تعالى يكتب له التوفيق والتسهيل والتيسير في حياته، ولا شك أنه سيكون إن شاء الله يسعى إلى أن ينال تاج الوقار الذي يكسى به صاحب القرآن يوم القيامة بإذن الله عز وجل. فدونكم كتاب الله لا تعدوا عنه ولا تبتعدوا عنه مهما كانت تخصصاتكم. وبالنسبة للجامعات حقيقة هناك حقيقة حراك كبير في الجامعات الاهتمام بهذا الأمر، لكن تجربة جامعة الملك عبد العزيز تقول أن مسابقة القرآن الكريم من أهم المسابقات التي يجب أن تصدرها جوائز أعلى، ونحن نرى إقبال الطلاب والطالبات عليها بشكل أكبر. جميل. دكتور مسعود بن محمد القحطاني وكيل عمل شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نستضيفك مع حفل الجائزة وبعد الجائزة، ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله تعالى. نسال ذلك، ونشكركم على هذا اللقاء وجزاكم الله خير. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الفقره، وسنكافئكم بدقيقه لصحتك ثم نعود. على الرغم من شكل أوراقه القاسية المسننة إلا أن الصبار يعتبر واحدا من أكثر النباتات التي تتمتع بخصائص غذائية وعلاجية، ويشير بعض الخبراء بأن له فوائد كثيرة، من بينها أنه يقلل الكوليسترول ويساعد في تخفيض الوزن ويخلص الجسم من السموم ويعزز من وظيفة الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي على مجموعة واسعة من المواد الغذائية التي تصل إلى 200 نوع، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي ايضا على الاحماض الامينية والدهنية المفيدة في التغلب على عسر الهضم. وافاد خبراء في الصحة بان للصبار قدرة على مقاومة المرض، وانه مهدئ للجسم في حالة الاحساس بعدم الراحة، كما يفيد في الحفاظ على صحة الجلد. يوم جديد.
بشاب فجر جاء من بعد الظلام. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، وإلى الراصد وأبرز ما تناولته شبكات التواصل الاجتماعية مساء أمس، وشائعة انتشرت في الواتساب عن وفاة الشاب إبراهيم محترقا بسبب انفجار شاحن جواله، وسيصلى عليه عصرا في أحد المساجد بحائل. إلا أن الصحة والدفاع المدني نفت صحة هذا الخبر وبينت أنه غير صحيح. يعني أنا يعجبني بعض الشائعات أنه هي تفصل، يسموا الشخص وأسباب الحادث، ويعني ويمكن كمان يوصفوا لك حتى الزوايا اللي صارت فيها. يعني هو يعني ما يصير. الصورة الأكثر انتشارا في تويتر البارحة في عدة حسابات صورة مؤثرة نشرتها ديلي ميل البريطانية لمساجد وآثار في سوريا عاشت مئات السنين ثم دمرها الآن النظام السوري في دقائق. هذا هو الأحمق الذي يدمر ما عمر في مئات السنين في دقيقة أو دقيقتين. ويقولوا دائما أنه المخرب الواحد غلب 10 بنائين. في الإنستغرام من الصور الأكثر إعجابا البارحة صور للثلج المتساقط على حائل هذا الأسبوع الذي جمعه بعض الأهالي في أوانيهم. حتى عندنا في جدة في ثلوج يعني، بس في الفريزر. من التغريدات الأكثر تداولا البارحة بأكثر من 700 تويت تغريد الدكتور خالد الجبير عن الصدقة، والتي نقل فيها كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، حيث كتب في تغريدته: نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا وما أعظم مطلوبنا. يعني جزاك الله خير دكتور خالد. يعني من جديد مقاطع اليوتيوب الأكثر شهرة، طبعا مقطع تقني يتحدث عن الشاشات المنحنية والتي ستغزو الأسواق قريبا. حقق المقطع هذا أكثر من 30,000 مشاهدة في أسبوع. خلونا نشوف المقطع ونرجع لنا حديث عن التقنية بشكل موسع، لكن من جانب حقيقة لابد أن نتوقف معه. نشوف ونرجع. يوم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذه عندكم هي أحد الشاشات المنحنية اللي استخدموها نفسها في الـ LG G Flex. الشاشة المنحنية هذه مصنوعة من البلاستيك، هي من OLED تقنية الصورة اللي موجودة فيها. الشاشة هذه ملاحظين دقة عالية، وضوح جدا عالي، ومنحنية، يعني تقدر تثنيها وتطويها وتسوي فيها أشياء ثانية. شوفوا الشاشة اللي موجودة هنا، هذه قاعدة تتكلم لكم عن الفليكس. شوفوا سماكة الشاشة يا شباب، خلنا ننزل دحين بالكاميرا نوريكم يعني منظر أفقي لنفس الشاشة. هذه هي سماكة الشاشة اللي قاعدين نتكلم عليها. طبعا هذه من البلاستيك برضو، هذه شاشة تاتش، شاشة لمس، وهذه هي نفسها اللي مستخدمة في الـ LG فليكس. هذا هو الـ LG فليكس، وريناكم يا أساس أوريكم كيف التقوس أساس يبان. هذا هو عندكم النوت 3 بالغلاف حقه، وهذا عندكم الحناء اللي موجود في الجي فليكس. الحناء هذه تعطي إمكانيات أكثر سواء في الجوالات، سواء في الشاشات القادمة، أو حتى في مجال الدعاية مستقبلا. يعني تخيلوا بدل ما يكون عندكم لوحة دعاية كبيرة محطوطة على يعني شاشة مسطحة أو محطوطة على مكان مسطح، يصير نفس عمود الكهرباء تقدر تلف حوله شاشة، الزوايا البنايات تلف على شاشة، زوايا غرفتك تقدر تحط عليها شاشة. الانحناء يعني شيء كبير، وشوفوا الشاشة صفاوتها كيف والجودة اللي طالع فيها. فهذه أحد الأشياء اللي تكلمنا عليها، أنه الشاشات المنحنية بتيجي بشكل كبير في عام 2014 وبأسعار أفضل من الأسعار اللي توقناها من قبل. أخوكم فيصل السيف، أعطونا آراءكم تحت عن الشاشات المنحنية وبعض استخدامها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم، من يتابع شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة يشعر بأنه أمام مفتين لم يتجاوز أعمار البعض منهم 20، وربما فاقوا ذلك بكثير في عدة سنين، ولكن نعرف تماما خلفيتهم الشرعية والثقافية بشكل عام، يضعون كلاما
ينسبونه على أنه حديث للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر الذي حقيقة شغل بال الكثير من الشرعيين والمهتمين بعلم الحديث، وخاصة انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة عبر وسائل الاتصال الحديثة. للحديث حول هذا الموضوع يشرفني أن استضيف فضيلة الشيخ الدكتور بندر العبدلي الأستاذ المشارك بقسم السنة بجامعة القصيم، والذي جاءنا من القصيم. أهلا وسهلا فيك شيخ. حياكم الله، حياكم الله، بارك فيكم، وأشكركم على هذه الاستضافة. الله ينورنا وإياكم بطاعة. القصيم برد الأيام هذه ولا؟ أنا ما كنت أتوقع الحقيقة أن جدة بهذه الحرارة. أول هذا جيت ملابس معي شتوية. يا سيدي الحمد لله على السلامة ونورتنا إن شاء الله تعالى. شيخنا، نسمع كثير عن الحديث الضعيف والحديث الصحيح. لو عرفنا ابتداء الحديث الضعيف ماذا نعني به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالحديث الضعيف عند أهل العلم هو ما لم يجمع شروط الصحة والحسن المعروفة عند أهل العلم. اللي هي ما لم يجمع شروط الصحة والحسن المعروفة عند أهل العلم. وإن شئت فقل تعريف آخر، ما اختل فيه شرط من شروط الحديث المقبول، وهي نص عليها أهل العلم في مصنفاتهم في المصطلح وأحيانا في بعض كتب التخريج. نعم، هذا هو الحديث الضعيف، لكن له رتب متفاوتة، وأشر رتبه وأشدها قبحا هو الموضوع، وهو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصل الحديث تماما بالضبط، هو الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المكذوب. جميل، طيب ليش بتنتشر مثل هذه الأحاديث دكتور؟ نعم، هو الواقع يعني قبل ذلك يقال أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تكفل بحفظ القرآن، ولهذا قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. والذكر في الآية الكريمة على القول الراجح يشمل الكتاب والسنة على القول الصحيح. ولهذا قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن أنت تتعجب من مثلا انتشار هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة على ألسنة الناس، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد التقنية الحديثة. فيقال فيما يظهر لي والله أعلم من أبرز هذه الأسباب الرغبة في الخير وطلب الأجر والثواب، لأن الذي يرسلها سواء كانت تذكير أو ترغيب أو ترهيب يريد الأجر من الله. جميل. نفع الناس وحثهم على فعل الخير أو مثلا زجرهم عن ترك الشر، يعني هي إيجابية جد. هذه من ناحية. نعم. لكن يقال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. ومنها أيضا من الأسباب كثرة استعمال هذه التقنية عند جميع شرائح المجتمع على اختلاف أعمارهم وتنوع بلدانهم. فالجوال الآن أصبح بيد الكبير والصغير والعامي والمتعلم والذكر والأنثى والخادم والسائق، لا يكاد يوجد أحد ليس معه جوال. فأصبح أنا في متداول يعني أيدي كثير من الناس، بل جميع الناس، بل ربما ينتقد من ليس معه جوال. وحينئذ يقال لكثرة استعمال هذه التقنيات هي التي جعلت هذه الأحاديث تنتشر. ومنها أيضا من الأسباب الجهل بمعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث. فإن الغالب أن الذي يرسل مثل هذه الأحاديث لا يعرف هل هي صحيحة أم ضعيفة، إنما الذي حمله على ذلك يعني رغبة في الخير كما تقدم، أو مثلا ربما تأتي رسالة انشر تؤجر، مع أن هذه الرسائل يبدو الآن خلاص أقلت مع خدمة الوصف. ومنها أيضا من الأسباب سرعة الانتشار. جميل. سرعة الانتشار لا سيما خصوصا في الجوال في خدمة الواتساب أو الإنترنت أو غيرها، سواء الواتساب في بلاش كثر من دائما شيخنا، فالناس شغالين على إنه خدمة مجانية، بالتالي يحاول أن يرسل. ولهذا هذا من الأسباب. ولهذا من الأسباب يقال قلة تكلفتها المادية، سواء كانت رسائل نصية فهي لا تتجاوز بضع هللات، أو كانت خدمة الواتساب فهي مجانية لارتباطها بالإنترنت. أيضا إضافة من الأسباب، وأنا في ظني أنه سبب مهم جدا، استغلال المناسبات الشرعية لترويج مثل هذه الأحاديث. مثل شهر رمضان، ليلة العيدين، عشر من ذي الحجة، ولا يخفى عليك الحديث يمكن المشهور: لقد أضل أيها الناس لقد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه من أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهذا الحديث كما قال عنه أبو حاتم حديث منكر. وأيضا في ليلة العيدين حديث: من أحيا
ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا حديث إسناده ضعيف جدا، في سنده راو متروك شبه موضوع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لم يصح في إحياء ليلتي العيد شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقريبا هذه أبرز الأسباب، وربما عند التأمل يكون هناك أسباب. طيب شيخنا، ألا يوجد قصور من الشرعيين ومن علمائنا الأجلاء في تبيين مثل هذه الأحاديث، يعني عشان نعرف مين المقصر عشان نقول له دراك أنت المقصر؟ هو الحقيقة ليس هناك الحمد لله شيء تقصير في ظني، صحيح فيه يعني الجهود الحمد لله متوافرة وطلبة العلم والعلماء يبينون، لكن أنت ترى أن سرعة الانتشار ويعني غلبت يعني كل ربما وإلا في الجهود كما سيأتي إن شاء الله تعالى، جهود أهلا في التأليف وفي المواقع الإلكترونية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فهي بحمد الله على قدم وساق، لكن مع ذلك تحتاج إلى مزيد بإذن الله. طيب لو الآن شخصنا المشكلة وأصبحت واضحة، يعني من كذب علي متعمدا ليتبوى مقعده، أحسنت. يعني مثل هذا الحديث موضوع ما يعني زي ما يقولوا ما في مزح تماما، يعني فما بالك من يروج لمثل هذه الأحاديث. العلاج كيف يمكن نعالج هذه الظاهرة؟ نعم، هو العلاج ممكن يقسم إلى قسمين بالنسبة للناشر وربما يطلق عليه المروج، مع أن كلمة المروج قوية لأن أشياء ثانية، نحن نقول الناشر والقسم الثاني متلقي. جميل. أما الناشر فيوصى بأن يتقي الله عز وجل فيما يقوله وفيما ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر حديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم بالمكانة من قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتحرج أحدهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نشره خشية أن يقع في الخطأ، فكيف بمن بعده؟ ويوصى أيضا ثانيا أن يتثبت من صحة الأحاديث التي يريد نشرها قبل أن ينشرها. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للناشر. وأما المتلقي فيوصى بأن يتثبت من الأحاديث التي تصله بعدة وسائل، وهذا ما أود سؤالك عنه، يعني كيف يمكن أن يتثبت الإنسان من أن هذا الحديث صحيح من عدمه؟ نعم، هذا طبعا عدة وسائل، منها أول إذا كان بمراجعة الكتب المصنفة في ذلك إذا كان يقدر على ذلك، أو ما بسؤال يدرى شيخنا الأيام هذه خاصة بتكلم يعني من العامة. إذا نقول وسيلة ثانية وهي بسؤال أهل العلم، إما مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق بالهاتف، ومنها ثالثا ممكن يعني بمراجعة المواقع الموثوقة. هناك الحمد لله بحمد الله في مواقع بينت الأحاديث، يعني تعنى ببيان صحة الأحاديث وضعفها، كموقع الدرر السنية وموقع ملتقى أهل الحديث ومعرف معرفة درجة الحديث في تويتر، فهذه مفيدة يرجع إليها. ولكن هنا بس يشار إلى أنه ينبغي يعني تنبه إلى أنه ربما يعزل الحديث إلى مصدر من المصادر ويكون هذا عزو خطأ، فينتبه إلى ذلك. ولهذا نذكر قصة وقعت، جلست مع بعض كبار السن وكان أحدهم يتحدث يقول وذكر حديثا طويلا وقال في آخره رواه مسلم، فوقع في قلبي كيف رواه مسلم هذا الحديث، يعني أنا جزما ما رواه مسلم بل هو حديث موضوع. فلما فرغت من الطعام قلت له يا عم، يعني هذا الحديث لم يروه مسلم في صحيح بل الظاهر أنه موضوع. تعرف ماذا قال لي؟ ماذا؟ قال هذا أنا أقصد أنه رجل مسلم ما هو كافر. هاي ما هو سبحان الله. فقلت يا عم ليس هذا أسلوب الناس الذي سمعوا منك يظنون أنه رواه من؟ مسلم. رواه مسلم في صحيحه. نعم. فانظر كيف يعني استغفل الناس. المقصود هذا كعينة عينه واحد، لكن يعني ليست يعني مع أن هذه قبل سنوات، ثم لكن قد يقع خطأ سواء من نسبة الحديث للمصنف أو من وجوده يعني مكتوب. ولا أصبحت تطبيقات الأجهزة، أعتقد الابليكيشنز في الأب ستور وال. أحسنت. قد يقع خطأ. نعم. أيضا يشار أيضا إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على أحكام السيوطي في الجامع الصغير، لأن أحكامه على الحديث مضطربة، إضافة أيضا إلى عدم الاعتماد على تصحيح الألباني في صحيح الجامع، فإنه رحمه الله وعافى عنه وغفر له وقع له في هذا الكتاب خاصة بعض الأوهام، وقد وقفت على أحاديث صححها أو حسنها وهي ضعيفة منكرة وضعافها هي المتقدم. طيب
هناك أحاديث ذكرت يصححها قوم يضعفها آخرون، في مثل هذه المواقف كيف يتصرف المسلم؟ هو هذا الذي يقع فيه أحيانا الإنسان خاصة عامة الناس في حرج، إذا وقع الاختلاف في صحة الحديث وضعفه، فيقال هو بالنظر إلى الضوابط والشروط والقواعد التي ذكرها للعلم، هذا في المقدم. طب هذه الشروط ما هي الضوابط؟ الشروط مثلا الحديث الصحيح، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، هذه شروط ماذا؟ شروط الحديث الصحيح. إذا اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث ضعيفا. طيب. إضافة إلى نكارة المتن التي سنشير إليها فيما يتعلق بالضوابط. طيب فيما يتعلق بذلك يقال طب هذه الشروط، إذا عرفنا شروط الحديث الصحيح عرفنا ضده صحيح، وهو أنه حديث ضعيف، لكن بقي أن يقال أيضا ينبغي الاعتماد على كلام الأئمة المتقدمين، فهم أرسخوا علما وأوسع اطلاعا. الأئمة الأربعة المتقدمين، المقصود يا أئمة أهل الحديث، أئمة أهل الحديث، الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان وغيرهم كثير، لا أستحضر الآن منهم شيء، لكن الإشكال هنا إذا وقع تصحيح وتضعيف، فالمرجع كما ذكرت لك هو فيما معرفة الضوابط والشروط ذكرها أهل العلم. ثانيا المرجع إلى كلام الأئمة المتقدمين. على سبيل المثال حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا صححه بعض المتأخرين ولكنه ضعيف عند المتقدمين، والحق أنه ضعيف لأن في سنده محمد بن مهران وهو صدوق لكن لا يحتمل تفرده. حديث آخر فيما يتعلق بصورة قراءة سورة الملك كل ليلة، هذا حديث ضعيف لكن صححه بعض المتقدمين. حديث سورة الواقعة صححه بعض المتأخرين. حديث سورة الواقعة لأنه لم تصبه فاقة إذا قرأها كل يوم، هذا ضعيف وضعفه الأئمة المتقدمون، حين يقال إنه الاعتبار فيما العبرة فيما ضعفه وصححه الأئمة المتقدمين. مع الاستفادة طبعا، مع المستفيد طبعا يستفاد من يعني كلام الأئمة المتقدمين، لكن بس هنا أشير أخ علي إلى أنه لا ينبغي أن يكون هذا الاختلاف سببا للخلاف والشقاق ويعني المقاطعة. يعني أنا أعرف امرأتين لا تكلم إحداهما الأخرى بسبب خلاف في صحة حديث أو ضعف، وصلت إحداهما تقول هذا ضعيف والأخرى تقول صحيح، هي تقول ضعفه فلان والأخرى تقول صححه فلان. معاصرتين يعني لا تكلم إحداهما الأخرى بسبب وقوع خلاف في حديث. نحن نقول لا ينبغي يكون هكذا. نعم صحيح نحن نقدر ونقدم كلام الأئمة المتقدمين، لكن لا يصل إلى هذا الحد أن يصير مقاطعة ومخاصمة وعدم كلام. ماذا عن حديث دعاء دخول السوق؟ يعني هذا نعم هذا حديث ضعيف جدا بل باطل. باطل اي نعم، ومعلق في كل مكان تلاقي. لا على كل حال تعرف علقه وربما لا يعرف يعني درس الحديث. العمل اليسير الأجر الكبير، إن هذا على سيأتي في الضوابط. أنا طيب خليني أكلمك شيخنا، وكنت قد حاولنا أن نلقي باللوم قيل على العلماء والشرعيين في هذا الجانب، وأنت متخصص في هذا المجال ما شاء الله تبارك الله، وممن لهم جهود يعني حقيقة تشكر في هذا الباب. ما هي الجهود في خلينا نقول مكافحة حركة الوضع في السنة؟ حقيقة يعني ضعيف، وقلنا الواحد ممكن فيها يعني لا يؤدي إلى خلاف، لكن الوضع لا صار أمر كارثي، صار كذب. هو الحقيقة حركة الوضع يعني مكافحة حركة الوضع في السنة النبوية بدأت بحمد الله من قديم، صنف العلماء فيها مصنفات وكتبوا فيها كتابات، لكن يمكن يركز على بعض النقاط، منها أول تدوين السنة النبوية وحفظها من الضياع، ومنها أيضا التصنيف في الصحيح المجرد، ومنها أيضا التنقيب عن الرواة وبيان حالهم والتصنيف في الضعفاء والثقات، ومنها أيضا التصنيف العناية بالأسانيد، العناية بالأسانيد والانقطاع والاتصال. ولهذا قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكذلك أيضا من الجهود المباركة هي التصنيف في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، سواء كان ممن تقدم أو ممن تأخر. من تقدم مثلا الأحاديث موضوعات الكبرى لابن الجوزي والفوائد المجموعة في الأحاديث المرفوعة والموضوعة للشوكاني وتعليق المعلم عليه والمنار المنيف
في الصحيح والضعيف لابن القيم، وكذلك السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله، وغيرها من الكتب كثير. يعني يكون عندنا مرجعية لك يعني هذه كمصنفات مصنفات. إضافة كما ذكرنا آنفا ما يتعلق بالمواقع، يعني هناك مواقع إلكترونية بينت بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنتشرة، في كموقع الدرس السنية كما ذكرت وملتقى أهل الحديث، وكذلك في منتديات، في منتدى حماية أو تطهير المواقع الإلكترونية من الأحاديث الموضوعة والموضوعات الباطلة. جميل. ألا يمكن أن تتبنى هذا المشروع على مستوى العالم، جهات معتبرة، رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه أو غيرها من الجهات التي يناط بها مثل هذا الموضوع المهم حقيقة؟ هو الحقيقة الحمد لله فيه جهود الآن، يعني فيه جهود قائمة عند بعض الجهات الرسمية، في جهود عندنا في جامعة القصيم بقسم السنة، فيها الآن الحمد لله ربما يعني يوضع مثلا هاتف اتصال بيان الأحاديث الضعيفة والموضوع، كان في هاتف اسمه هاتف الفصيح فيما يتعلق باللغة العربية، وفي يوضع هاتف أيضا فيما يتعلق هاتف السنة النبوية. جميل. كذلك في معرف البحث ربما إن شاء الله تعالى في المستقبل، وذكرت لك أنه في تويتر معرف البحث معرفة درة الحديث، وهذه الجهود الحمد لله لا تزال هي تضافر في قسم السنة بجامعة القصيم. لا المعرف أي. لا المعرف لا يعني قائم عليه بعض أهل العلم. ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخنا، هل توقف الوضع اليوم في السنة أم لا يزال هناك من يضع أحاديث؟ لا هو لا يزال واقع، هو لا يزال الوضع الحديث ونشرها وانتشارها كثير ولا يزال. لا مبتكر لأنه شيء زمان يعني بس الآن صار. هو الحقيقة مبتكر ما أدري هل يمكن أحد يبتكر حديثا وثم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بعيد اللهم إلا إذا كان كلام هكذا ربما، ثم سبحان الله يعني ربما تعرف هذا بالضوابط، يعني لو قلت لي مثلا لي ما هي الضوابط التي يعرف بها الصحيح الضعيف الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ممكن أجملها فيما يظهر يعني حسب علمي. أولا المجازفة في الترغيب والترهيب، وهذه علامة من علامات الوضع في الحديث، وقد ذكرها الذهبي رحمه الله في الموقظة، مثل الترغيب مثل الحديث مثلا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا الحديث موضوع بزيادته، ومع أن فيه مجازفة من أكثر الحديث اللي تردد على فكرة، مع أن فيه مجازفة إلا أن في سنده ضعف أيضا، والثابت هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وأما الترهيب ففي كمثل الحديث الربا نيف وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فهذا باطل لا شك، كيف يمثل أقبح الأمور بأيسر الربا. ومنها أيضا من القرائن تكذيب الحس، تكذيب الحس له، مثل يعني حديث أذكر من عطس عند الحديث فهو صدق، إذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق. ومنها أيضا ركاكة لفظه، أنت لا يخفاك أن الحديث النبوي له نور سبحان الله طبعاً. له نور طبعاً. وتجد من حين تقرأ هذا الحديث تعلم أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث مثلا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الحديث تكاد تجزم أنه لم يخرج من مشكات النبوة صياغته ما هي لركاكة لفظه، يعني أنت نفسك الآن شعرت أنه يمكنك أول مرة تسمع صياغة ما هي هذا هو، فركاكة لفظ الحديث يدل على أنه لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منها مما من القرائن يعني تكذيب أو مخالفة صريح القرآن. جميل. مثل تحديد مثلا تحديد القيامة بسبعة آلاف سنة، وهذا مخالف لقوله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها وإنما علمها عند ربي. وأيضا ربما أحد من القرائن طول لفظ الحديث وإعراض أصحاب الكتب المشهورة عن إخراجه، إذا رأيت الحديث طويل لفظه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المشهورة هذه علامة وقرينة على أنه لا يثبت لا يصح. وربما أيضا يكون من القرائن بعض أقوال الصحابة رضي الله عليهم تنسب كأحاديث، نعم يعني عمر رضي الله عنه بعض يعني بعض ما قاله بعض يعني أقوال التي انتشرت نسبت وكأنها أحاديث
نعم. له على كل حال ربما هذا يسمى هل ثبت مرفوعا أو موقوفا، هذا فيما إذا تعارض الرفع والوقف، وهذا يؤخذ بالقرائن عند أهل العلم المرجحات أيهما أرجح، هل هو موقوف أو مرفوع. أنا حقيقة يعني ما يعرف إيش أقول شيخنا، لكن موضوع مهم ويحتاج الكثير من الوقت وجهود مباركة وموفقة. وإذا كان من رسالة نوجهها لمستخدمي التقنية في 30 ثانية نختم بها. أنا حقيقة رسالتي أوجهها لجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويراقبوا الله فيما يرسلونه من الأحاديث، وكذلك فيما يستقبلونه منها، لا ينشروها بين الناس حتى يتثبتوا من صحتها، فإن هذا من تمام إيمانهم ومن تمام يقينهم بربهم جل جلاله، وهو من تمام محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يرزقنا محبته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، إنه جواد كريم بر رحيم. فضيلة الشيخ الدكتور بندر العبدلي أستاذ مشارك بقسم السنة بجامعة القصيم، شرفتنا ونورتنا، وموضوع حقيقة هام جدا، وإن شاء الله تعالى نلتقيك في حديث أخرى في هذا الموضوع وغيره من ما شاء الله تبارك الله مطلعون به بإذن الله. إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم الأربعاء من يوم جديد، غدا بإذن الله تعالى لقاء جديد يتجدد بكم وإليكم، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء، كل نبل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.